السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو يعني سوف أقوم بتصنيع برمجة خاصة بالفلاش أو إبروم. يعني هذه البرمجة سهلة جدا وموجودة يعني في الإنترنت منذ بداية 2000. يعني هناك العديد قام بشرح هذا البوردة أو هذه البرمجة. الهدف من هذا الفيديو يعني وضع طريقة يعني صنع أي بوردة تحتاجها وتقوم بطلبها من موقع بي سي بي واي. يعني يمكن أن تقوم بأي مشروع يخصك يعني مع موقع بي سي بي واي. لكي أريكم بعض الصور يعني موجودة عندي منذ يعني أكثر من 10 سنوات، وهذه الصور وهذه البرامج موجودة عندي. هنا جيتاج ميري بوكس، هاي البرمجة التي سوف نحتاجها، هي على هذا الشكل. يعني نحتاج إلى 5 مقاومات من 100 أوم، ونحتاج دي بي 25 يعني الخاص بالمطبعة، ومكان الأي سي أو مكان سوف نضع الفلاشة، ومدخل 3.3 فولت. يعني الرجل 15 و 18 حتى 25 خاص بالأرضي، جي ان دي يأتي إلى 4 إلى الرجل الرابع في الأي سي، والرجل الثاني مع المقاومة إلى الرجل 6 في الأي سي، والرجل الثالث مع المقاومة إلى الرجل 1 في الأي سي، والرجل 6 نقوم بتوصيله مع الرجل 10، والرجل 8 مع المقاومة إلى الرجل 5، والرجل 11 مع المقاومة إلى الرجل 2، وهنا نقوم بتوصيل 3 فولت مع المقاومة إلى الرجل 3، ثم إلى الرجل 7 و 8. يعني 3.3 فولت، يعني نقوم بفك حماية الفلاشة لكي يتعرف عليها البرنامج لكي نقوم بشحنها. للإشارة هنا أيضا يعني في تلك الأيام نقوم بالجيتاج، يعني هاد البوردة خاصة بالجيتاج، يعني نحتاج إلى دي بي 25 مثل هذا، و3 مقاومات 100 أوم، ومقاومة واحدة من 33 أوم، ومقاومات واحدة 900 أوم أو 1 كيلو. يعني نفس الطريقة تقريبا، يعني 15 زائد 18 حتى 25 أرضي، جوج يعني نقوم بتوصيل مع المقاومة، و3 أيضا، و8 و11، يعني نفس الطريقة، و3 فولت مع المقاومة 900 أوم. وتوجد أيضا يعني بوردات أخرى هي لهذا. يعني لماذا أريكم هذه البوردات؟ لأن لا يأتي أحد ويقول لك فلان بن فلان يعني قام بهذا البرمجة أو شيء من هذا. يعني أقول لكم بأن هذه البرمجة موجودة قبل أن يكون اليوتيوب، وهذا لا يهمنا لكي نتفادى يعني الردود السلبية، لهذا أشرت إلى هذه النقطة. الآن نأتي إلى البرنامج. نحتاج إلى دي بي 25 و5 مقاومات 100 أوم، ومدخل 3 فولت، ومكتف، يعني قمت بإضافة هذا المكتف، ومكان وضع الأي سي لكي نقوم بشحن الفلاشة. ويمكن ايضا ان نضع يعني ديود زينير، ولكن لم اضع. الان ناتي الى طريقة يعني حفظ هذا البوردة على هذا الشكل. ناتي الى هنا ونختار الحفظ، نضغط عليه، هنا سوف يقوم بحفظ تصميمنا وتم بحفظه. الان ناتي الى كونفيرت تو بي سي بي، نضغط عليه، سوف يظهر لنا التصميم، ونقوم بوضع هذه الأشياء داخل هذه البوردة. مثلا هذا نريد تدويره، نضغط هنا لكي نضعه على الشكل الذي نريده، مثلا على هذا الشكل، ونقوم يعني بترتيب هذه الأشياء كلها. يعني قمت بتصميم البوردة سابقا لكي لا أطيل في الفيديو. الآن أريكم فقط يعني الطريقة، يعني كيف يمكن أن نضع هذه الأشياء داخل البوردة.
مثلا على هذا الشكل. سوف أقوم بتدوير هذا الاي سي لكي أضعه على الشكل الذي نريده، مثلا على هذا الشكل. للإشارة هذه الخطوط يعني وهمية، يجب علينا يعني أن نقوم بتثبيتها، طريقة تثبيت هذه المسارات. يعني إذا نريد يعني أن نضع مسار يعني فوق البوردة نختار اللون الأحمر، تحت البوردة نختار اللون الأزرق. يعني من الأحسن اختيار اللون الأزرق ونضغط هنا. مثلا نريد أن نوصل هذا المسار، نجعله على هذا الشكل مثلا فقط، ونرى هذا المسار مثلا رقيق، سوف نضغط عليه هكذا ونقوم بتكبيره، نضغط عليه هكذا. مثلا هنا توجد 10، نحولها إلى 30 لكي نقوم يعني بوضع سمك المسار، خصوصا نقوم يعني بتكبير سمك المسار خصوصا في الأرض أو مكان مرور فولت يعني كبير على هذا الشكل. يعني سوف نقوم بهذه الطريقة لجميع المسارات. المسار الذي سوف نراه يعني سوف على هذا الشكل مثلا يلتقي مع هذا المسار آخر، سوف نقوم بوضعه في الأعلى. نختار مثلا الأحمر هكذا ونضعه في الأعلى. مثلا هذا المسار يلتقي مع هذا، مثلا سوف نضعه على هذا الشكل. اللون الأحمر يكون فوق البوردة واللون الأزرق يكون تحت البوردة. يعني قمت سابقا بتصميم البوردة، ها هي على هذا الشكل، وضعتها على هذا الشكل. سوف أقوم الآن يعني بتصويرها لكي نرى كيف سوف تبدو. هي سوف تبدو على هذا الشكل، يعني هنا فوق يعني فوق البوردة، يعني أعلى البوردة. ها هي المسارات التي سوف توجد عليها. سوف نختار أسفل البوردة ونرى المسارات الأخرى، سوف تكون على هذا الشكل. الآن سوف نقوم بتحميل الملف الخاص بالبوردة لكي نقوم بطلبه في الموقع PCBWay. نضغط هنا ثم نو، نضغط هنا لكي نقوم بتحميل الملف. هو الملف الخاص بنا، تم تحميل الملف. هنا توجد يعني 7 ملفات، يعني هنا توجد جميع المعلومات الخاصة بالبوردة من المسارات وكل شيء. يعتمدون على هذه المعلومات لكي يقوموا بتصميم لنا البوردة. الآن نأتي إلى الموقع لكي نقوم بطلب هذه البوردة. مثلا هنا نضع 20، هنا 10، قمت باختيار 10 بوردات واخترت اللون الأخضر كالعادة. نضغط على احسب، وهنا يعني 5 دولار زائد ثمن الشحن يعني 22 دولار. نقوم بالحفظ الى السلة على هذا الشكل، لان لا اريد ان اطيل عليكم. ها هو طلبنا، نضغط هنا لكي نقوم بتحميل الملف. ها هو الملف، تم تحميل الملف. نضغط إلى أرسل الملف على هذا الشكل. هنا نضغط لكي نرى البوردة الخاصة بنا. يعني الطريقة سهلة جدا. ها هي البوردة يعني تظهر على هذا الشكل. سوف أضغط على أوفغيغ. ها هي، ومن ثم نقوم بالدفع والشراء. نضغط هنا لكي نقوم بالشراء. سوف ننتظر حتى يأتينا طلبنا هذا كل شيء. مرحبا بكم مرة أخرى.
الآن وصل يعني طلبنا، هو على هذا الشكل. سوف أقوم بفتح العلبة. سوف نرى ما يوجد بالداخل، لأن هذه المرة يعني العلبة كبيرة. نعم، يعني يوجد أشياء، يعني هدايا من الموقع، لأن الموقع في هذا الشهر الذكرى السادسة توجد هذه المسطرة، يعني هدية من موقع بي سي بي واي، يعني مسطرة يعني جميلة جدا، اللون الأزرق. وتوجد هذه المسطرة أخرى، يعني ممتازة هي أيضا. يعني كل هذه الأشياء هدية من الموقع. توجد شارة، يعني بورت كلي، يعني بورت كلي رائع. يعني هذا البورت كلي يمكن أن يضيء. هنا نضع يعني بطارية. هنا يوجد مكان تشغيل هذه الليدات. سوف أضع هذه البطارية لهذا يعني الكورت بلي أو الشارة على هذا الشكل. يعني توجد هنا لمبات يعني تشتغل، هي عبارة عن ألوان على هذا الشكل. يعني تصميم رائع. يعني هذه الشارة خاصة بالذكرى السادسة للموقع بي سي بي واي، يعني الذكرى السادسة للموقع بي سي بي واي. يعني أشياء جميلة منهم، أشكرهم. وهنا يعني يوجد تيشورت خاص بهم. يعني كل هذه الأشياء يعني هدية من الموقع بي سي بي واي، يعني أشياء جميلة صراحة. أشكرهم على الهدايا الممتازة. الآن نأتي إلى طلبنا. يعني قمنا بطلب هذه البوردات الخاصة ببرمجة اس بي، يعني كما طلبنا. سأقوم بفتحه. يعني صراحة يعني التصميم رائع، ليس المجاملة، يعني تصميم رائع جدا. هي المسارات كما وضعتها. هي المسارات يعني كما وضعتها. يعني هذا المسار خاص بجي ان دي. هنا مسار 2، مسار 3، مسار 8، مسار 11 إلى المقاومات كما تلاحظون هنا. يعني تصميم رائع جدا. هنا مدخل الفولت، هنا المقاومات، هنا مكان السبورة التي سوف نضع فيها الفلاشة أو الأي سي الفلاشة. هنا نضع دي بي 25. الآن نأتي إلى تعبئة البرمجة. سوف نحتاج إلى هذا الفيش دي بي 25، ونحتاج إلى هذا السبورة الخاصة بوضع الفلاشة.
ومكتفة 10 فولت 470 ميكرو فاراد لتصفية يعني الفولت. هذه فلاشة كبيرة خاصة بالDVD. هذه 5 مقاومات، يعني هنا مكان دخول 3.3 فولت، يعني ممكن أن نأخذ 3.3 فولت من علبة التغذية الخاصة بالجهاز الذي سوف نقوم بشحن الفلاشة الخاصة به. الآن سوف نقوم بتعبئتها، نضع المقاومة على هذا الشكل. هكذا للإشارة المقاومة سعتها 100 أوم، يعني هي سهلة أن تجدها، يعني هي سهلة أن تجدها، يعني الألوان الخاصة بها يعني بني أسود، بني يعني يرمز إلى رقم 1، أسود إلى رقم يعني إلى 0. دائما نحول اللون الأخير إلى أرقام، يعني البني يرمز له برقم 1 يعني 10، ونحول 1 إلى 0 نحوله إلى أصفر، وتكون 100 أوم على هذا الشكل. ونضع السبورة على هذا الشكل. سوف أقوم بالتلحيم الآن. يعني للإشارة يعني صنع هذا البوردة يعني جيد. يعني ليس عادتي أن أشكر يعني أي موقع، ولكن صراحة قال يعني ما صارت جيدة وتصميم جيد والبوردة قوية قوية بما فيه يكفي من أن تتحمل أي شيء. نضع الآن المكتف، الآن تم وضع المكتف. يعني يبقى لنا هذا لكي لا أطيل في الفيديو، سوف أضعه ثم نعود إن شاء الله، سوف يكون على هذا الشكل. الآن تم تثبيت دي بي 25 يعني على هذا الشكل. يعني قمت بإضافة يعني أطراف لكي يكون طويلا يكون أحسن على هذا الشكل.
سوف أضع هذا خاص بالفولت 3.3 فولت هنا على هذا الشكل. يعني تم وضع مكان دخول 3.3 فولت على هذا الشكل، يعني البرمجة الخاصة بنا على هذا الشكل كما تلاحظون. يعني عندما نريد أن نقوم ببرمجة الفلاشة على هذا الشكل نضعه هنا على هذا الشكل ونقوم بأخذ 3.3 فولت من علبة التغذية. يعني سوف نبحث على فيش الذي سوف يدخل هنا ونقوم بتلحيم مثلا 3.3 فولت موجودة في الرجل الخامس هنا، نقوم بتلحيم الموجب هنا والأرضي هنا ونقوم بتوصيلها مكان دخول 3.3 فولت. دورها 3.3 فولت هو يعني فك الحماية على الفلاشة. إذا نريد يعني أن نقوم بشحن فلاشة يعني صغيرة مثل هذه نحتاج إلى هذه السبورة ونضعها على هذا الشكل هكذا ونقوم ب يعني ببرمجة الفلاشة. الآن سوف نأتي إلى تثبيت البرامج التي سوف نحتاجها في الحاسوب. الآن نأتي إلى طريقة يعني تثبيت الدرايفر أو البرامج التي تحتاجها البرمجة ESP لكي يتعرف عليها الحاسوب. ندخل هنا، يعني هنا نقوم بتثبيت هذا البرنامج، ولكن أنا لن أقوم بتثبيته، يعني ليس لديكم الخاص بالمطبعة. ونقوم ايضا بتثبيت هذا ايضا، هذا البرنامج اخر، وهذا اللودر هو الخاص ب يعني ببرمجات فلاشة ESP فلاش. ها هو البرنامج، يعني عندما نقوم بربطه مع الحاسوب ووضع الفلاشة يعني يتعرف عليها من هنا. يعني بعدما قمنا بتثبيت البرامج أو الدرايف الخاصة بالبرمجة أريد أن أقوم بالتجربة، ولكن لا يوجد عندي حاسوب خاص بمدخل المطبعة، ولهذا سوف أقوم بإن شاء الله عندما أحصل على حاسوب يوجد فيه مكان المطبعة وأقوم بالتجريب لكي تروا. ولكن هذه البرمجة شغالة 100%، يعني شكل البرمجة على هذا الشكل. هي من الأعلى هي من الوراء، يعني تصميم رائع جدا. هذا كل شيء، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.